الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. طالبت اللجنة الاقتصادية النيابية حكومة الكاظمين بفتح ملف العقود في وزارة التجارة لمعرفة مصير أموال وميزانية الوزارة في ظل عدم وجود مفردات البطاقة التموينية. وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت إن الكاظمين مطالب بمحاسبة وزير التجارة لمعرفة أين تذهب مفردات البطاقة التموينية في ظل رفع أسعار الدولار وجميع المواد الغذائية، فضلا عن زيادة نسبة الفقر والبطالة إلى درجات مخيفة. وأضافت أن المواطن أصبح فريسة لسوء إدارة كل دوائر الحكومات من 2003 إلى وقتنا الحاضر. ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الأحد في بغداد وكردستان العراق. وأوضحت مصادر صحفية أن بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد سجلت 147,600 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر البيع 148,000 دينار لكل 100 دولار. أما في أربيل فقد شهدت أسعار صرف الدولار ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ سعر الشراء 147,500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر البيع 148,000 دينار لكل 100 دولار. أعلن سوق العراق الأوراق المالية عن تداول ملياري سهم بقيمة مالية تجاوزت 3 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي. ذكر السوق في تقرير له أن عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الأسبوع الماضي بلغ 48 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 34 شركة بسبب عدم تلاقي أسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، كما استمر توقف 19 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق. وبيّن أن عدد الأسهم المتداولة بلغ 2,197,407,000 سهم بانخفاض بلغ نحو 55%. انخفض إنتاج العراق النفطي لا سيما تدفقات من كردستان العراق بشكل طفيف في حزيران مقارنة بشهر أيار الماضي. ووفقا لوكالة ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس، فإن إجمالي إنتاج النفط العراقي انخفض إلى 3,862,000 برميل في حزيران، انخفاضا من 3,879,000 برميل في أيار الماضي. وأضافت الوكالة أن الإنتاج النفطي من وسط وجنوبي العراق استقر عند 3,420,000 برميل في اليوم، بينما انخفض الإنتاج النفطي من كردستان العراق في كردستان العراق بنسبة 2.6% ليصل إلى 441,000 برميل يوميا. واصلت البورصة المصرية هبوطها وسط تراجع لكافة المؤشرات في بداية تعاملات الأسبوع، حيث انخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 0.21% خاسرا نحو 1,400,000,000 جنيه خلال الدقائق الأولى من الجلسة. وكانت الأسهم المصرية قد تكبدت خسائر أسبوعية بنحو 9,500,000 جنيه خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1.43% بعدما تراجع من مستوى 667 مليار جنيه إلى مستوى 657 مليارا في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي. إلى اللقاء.